عليكم ورحمة الله وبركاته بحلقة جديدة من فرن الطابون. اليوم راح أفرجيكم طريقة عمل الوربات بالقشطة، وهي حلويات متميزة في بلاد الشام. راح نحتاج للمقادير التالية: كاسة ونص حليب كامل الدسم، 6 معالق كبار نشا الذرة، 4 معالق كبار سكر، علبة كاملة من القشطة أو الكريمة 300 ميل، وعلبة من الفيلو بيستري اللي بتكون جاهزة، وسمنة دايبة حسب الاحتياج، وقطر حسب الاحتياج. القطر أنا فرجيتكم إياه في وصفات سابقة، بتقدروا ترجعوا لها، بس أنا بستعمل كوب ونص من السكر لكوب من المي، بحركهم لبين ما يغلو، بعصر عليهم ليمونة وبتركهم على النار 5 دقائق لبين ما يعقدوا، وبعدين بطفي عليها وبتركها لتبرد. هلأ رح نبدأ بعمل القشطة، لأنه ندير السكر على الحليب ونحركه منيح لحد ما يدوب. بعدين مندير كمية النشا وبرضه منحركها لنتأكد إنه ما في عنا أي تكتلات، وآخر إشي بضيف علبة القشطة أو الكريمة وبرضه بحركها لبين ما كل إشي يتجانس. بعدين بضوي عليهم النار على درجة حرارة متوسطة وبضلني أحرك عليهم باستمرار، يا إما باستعمال المضرب أو الويسك أو باستعمال المعلقة الخشبية، وبستنى عليها لحتى إنها تبلش تتكثف وتتماسك وتصير عندي بهذا الكثافة اللي أنتوا شايفينها. بطفي النار عليها وبديرها في وعاء لحتى إنها تنفرد وتبرد، وضروري إني أنا أغطي وجهها بورق النايلون وأخليه يلامس الوجه حتى ما يتكون عندي قشرة زي ما أنتوا شايفين، وبعدين بتركه يبرد تماما، وممكن حتى وضعه في الثلاجة حتى يبرد منيح قبل ما أني أستعمله. هلأ رح أبدأ بتجهيز الفيلو بيستري، بأني باخدها طبقة طبقة وبدهنها باستعمال الفرشاية بالسمنة الدايبة وبحط الطبقات اللي عندي. هلأ أنا العلبة اللي عندي فيها كان 21 طبقة، فقسمتها على 3 أجزاء، فكل واحدة راح تكون من 7 طبقات، فبضلني بدهن وبحط الطبقات لبين ما يصيروا عندي 7 طبقات. بعدين راح أبدأ أحط من القشطة اللي هلأ اللي أنا عملتها، اللي زي ما أنتوا شايفين كيف صارت الكثافة تاعيتها، وهلأ راح ألفها من الجهة الأقصر، وأنا عم بلف ما بنسى أني أنا أدهن الجزء اللي تحتاني اللي هو ما اندهن من قبل بالسمن الدايبة. ولما بخلص بحطها بالصينية اللي راح أخبزهم فيها. هلأ أنا الكمية اللي عندي سوت لي 3 رولات، لكن بعتمد قديش الكمية اللي أنتوا عندكم كيف ممكن تصفطوها. وهلأ رح أبدأ أقطعها بالشكل اللي هي مشهورة فيه، اللي هو الشكل المثلثة. وهلأ رح أدخلها الفرن اللي مسبق تحميره على درجة حرارة 180 درجة لبين ما يحمر وجهها زي ما أنتوا شايفين، وبعدين بصب عليها القطر اللي هو صار هلأ بارد، وبعدين بحط بزينها بالفستق الحلبي المطحون، وبتتقدم سخنة أو دافية، وصحتين وعافية. بتمنى إنكم تجربوا هاي الوصفة وإنها تنال إعجابكم، وزي دائما ما تنسوا إنكم تشتركوا معي بالقناة، تشوفوا فيديوهاتي السابقة، وتتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام وعلى موقعي الإلكتروني. السلام عليكم.